حذر معهد المركز العربي في واشنطن من أن أزمة عوائد النفط التي تخنق أقليم كردستان لن تخدم مصالح الولايات المتحدة التي لها مصلحه راسخه في ان يكون الاقليم مستقرا وامنا ومزدهرا نظرا لموقعه الجيوسياسي الاستراتيجي ودوره كشريك يمكن الاعتماد عليه في الحرب ضد الجماعات المتطرفه وبحسب التقرير الامريكي فان اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات العراقيه يتسبب في تصاعد التوتر في كركوك الغنيه بالموارد مضيفا ان تركيا باعتبار انها لاعب اقليمي رئيسي تسعى الى تاكيد نفوذها في تشكيل السياسه بين حكومه الاقليم والحكومة الاتحادية في بغداد، ولفت التقرير إلى أنه في ظل شعور بغداد بالألم المالي الناجم عن تعرقل الضخ فإن الحكومة التركية تسعى إلى استخدام هذه القضية كورقة مساومة مشيرا بذلك إلى أن لدى تركيا اليد العليا في نزاع تقاسم المياه الذي يض في طليعة قائمة مطالب بغداد من أنقرة